لبن ومعايا نص كوبايه سكر ومعايا 3 معالق كبيره نشا، نص كوبايه لبن تاني عشان دي هنقلب فيها النشا، معلقه كبيره كاكاو خام واتنين صفار بيضه وربع كيلو شوكولاته، يفضل تكون بالحليب عشان يدي الدونت معانا لون حلو، ونص معلقه صغيره فانيليا بس كده. يعني مقاديره سهله جدا وبسيطه. طب تعالوا نشوف مع بعض اول حاجه هنعمل ايه. هاخد اللبن بتاعي، تمام، هاي كوبايتين لبن اهو، ومعايا ايه تاني، وهنحط، استنوا، نحط السكر والكاكاو. سهله جدا وبسيطه، وهتلاقي طعمها زي بره بالظبط زي اللي بتشتريه. حط معلقه كده وشويه عشان المعلقه دي كانت صغيره، ونبتدي نقلب بالويسك. هقلبهم وارفعهم على النار، لما يبتدوا يتقلوا هقول لكم هنعمل ايه. الكاكاو ممكن تحطي كاكاو خام وممكن تحطي كاكاو اللي هو بسكر، ده هيفرق معاكي في اللون والطعم. الكاكاو الخام بيكون بدون سكر فبيكون طعمه اقوى، يعني لو انت حد بتحبي الشوكولاته الدارك هتبقى حلوه قوي معاكي. انا الكاكاو بتاعي فتح شويه فانا ممكن ازود شويه كاكاو، ده بقى بالعين، يعني انت لو حسيتي ان الخليط بتاعك فاتح شويه زودي كاكاو. السكر طبعا اختياري، ممكن تقللي ممكن تزودي، بس انا عندي الشوكولاته اللي بالحليب اصلا فيها نسبه سكر، لو شوكولاته دارك يبقى السكر فيها اقل فبالتالي مش هنحتاج نزود السكر. انا هزود شويه كاكاو. طبعا احنا بنقلب كل ده على البارد الاول وبعدين بنرفعه على النار عشان الخليط بتاعي ما يبقاش فيه اي تكتلات. نقلبه كده وبعدين هستنى يبتدي يبرد. طيب لو حد مش عايز يحط البيض ممكن ما تحطيش، بس الصفار، انا هنا حاطه صفار بس ما حطيتش بياض عشان الصفار بيديني القوام ناعم. انت لما تاكلي الدانت بره مش بيكون يعني المعلقه بتطلع ناعمه جدا، فبالتالي الصفار هو اللي هيعمل حته النعومه في الدانت بتاعي. انا هقلبها كده ولما يبتدي يدفى هقول لكم هنعمل ايه. انا ما ينفعش احط البيض عندي هنا مره واحده، لاني لو حطيت البيض والخليط بتاعي سخن هتلاقي البيض بتاعك استوى، وطبعا احنا يعني في غنى عن ده لان هيكون المقادير كلها باظت. فاحنا عايزين نعمل ايه، هرفع درجه الصفار البيض تدريجيا عشان يستوي مظبوط، ما يبقاش انا باكل بيض ني او ما بقاش باكل دانت فيه طعم بيض. فدي ايه يعني، بصوا انا اللون بتاعي كده حلو جدا وهيغمق لما انزل كمان الشوكولاته. انا بس هجيب سباتيلا صغيرة ونزل اي كاكاو في الجناب، اديله تقليبة كده، اول ما يدفى هاخد منه معلقة معلقة وابتدي ارفع درجة حرارة البيض. نعمل لكم ان شاء الله برضو دانة الكراميل واوريكم ازاي طريقته، بتكون سهلة جدا وبسيطة. طيب انا عندي الخليط ابتدى اهو يسخن شوية، هعمل ايه بقى، ههدي النار، هدي شوية عشان أنا مش عايزاه يغلي قوي عشان كمية اللبن بتاعتي ما تقلش. ليه؟ لأن أنا ظبطة معيار النشا مع معيار اللبن الأولاني، لو أنا سبته يغلي على النار كتير هيبتدي اللبن كميته تقل وهيبقى المقدار مش مظبوط. فأنا بس هو دفي معايا، هنعمل إيه بقى، بصوا هجيب الصفار وأحط عليه رشة فانيليا، رشة بسيطة خلاص كده. نجيب بس الويسك الصغير وابتدي اقلبه، هقلب الصفار مع الفانيليا ونعمل ايه بقى، ركزوا في الخطوه دي اهي، نوسعتي كمان، تمام. هعمل ايه بقى، النسبه دي كده اهي، هاخد يعني حاجه بسيطه جدا من الخليط بتاعي ده وابتدي ارفع درجه البيض واحده واحده. يعني انا بنزل اهو جزء وابتدي اقلب جزء واقلب، لو نزلت مره واحده البيض بتاعي هيستوي. يعني ايه، ركزوا في الخطوه دي، برفع تدريجيا درجه حراره البيض، معلقه معلقه كده. لو جربتوا الوصفه دي مش هتشتروا تاني دانت من بره، والعلبه اصلا سعرها مش رخيص، وانت ممكن بتمن علبه واحده تعملي كذا علبه. لما اتاكد خلاص اقول ان البيض بتاعي الخليط تجانس كويس مفيش اي تكتلات. انا هوريكم برضو بالمعلقه دلوقتي الخليط بتاعي ناعم ازاي،
لان البيض مازال مش مستوي، البيض هيستوي سوى كامل في الحله بتاعتي. بس انا كده رفعت درجه حراره البيض. هنعمل ايه بقى؟ نشيل دي كده، نشيل دي، بس ممكن نشيل دي كده هنا. نجيب بقى ايه الويسك التاني. هنزل بقى ايه تدريجيا الخليط بتاعي على النار، هنزل تدريجيا بالبيض واللي رفعناه بالخليط. ننزل جزء ونقلب كده. البيض بتاعي هيستوي بدون ما احس بطعم البيض، يعني انا عايزه الصفار هنا يديني بس نعوميه للدانت بتاعي، مش عايزه اكتر من كده. عايزه تستغني عن البيض خالص مفيش مشكله، بس هو اللي بيظبط القوام بتاعه. بس كده حلو جدا. بس هبس ايه اروق اللي حواليا. انا مش عايزه اكتر من كده، انا عندي الخليط بتاعي سخن، فانا هعمل ايه؟ هنزل الشوكولاته بتاعتي اللي بالحليب، عشان ايه خليكم بس متابعين معايا. اهو هنزل الشوكولاته بتاعتي مكسره، اي يعني مش لازم تكون مبشوره، اي شكل عندك هتظبط معاكي، عشان هي هتسيح على طول من سخونه الخليط ده. انا لسه ما زودتش النشا وما زودتش نص كوبايه اللبن اللي كانت في المقدار، عشان ايه تبقوا متابعين معايا. اهو اول ما الشوكولاته بتاعتي تسيح انا بقى هبتدي ايه ارفع درجه الخليط بتاعي. هبتدي اقلب كده، اول ما الشوكولاته تسيح هقلب النشا. طيب تعالوا نجيب في بوله ايه معايا نص كوبايه اللبن اللي هي كانت مكتوبه عندكم في المقدار، واحط عليها ايه معلقتين النشا. احنا خلاص احنا مش عايزين الفانيليا، نجيب بس ايه معلقه كبيره ونقلب. الشوكولاته بتاعتي اهي على النار، وهقلب النشا بنص كوبايه اللبن. يعني انا عندي كده مقدار النشا معلقتين نشا على كوبايتين ونص لبن. خدوا بالكم البيض عندي برضو بيربط، يعني البيض هيدي يعتبر عامل ربط برضو في الدانت بتاعي. هقلب كده النشا دي مع بعض. ممكن على فكرة الوصفة دي تعمليها بشوكولاتة دارك وتعمليها بسكر اللي هو السكر بتاع الدايت، ممكن برضو يمشي حالها وتعملي لبن خالي الدسم، هيبقى عندك بس الحاجة الوحيدة الموجودة النشا، غير ان انا شلت الخليط بتاعي من على النار لان هو ابتدى يغلي. بصوا لو ايه الكاميرا اهي جايبه معانا، عايزه اوريكم شكله ايه القوام بتاعه ايه. بصوا هو القوام بتاعه اهو، حلو جدا وناعم، وانا مش عايزه اتقل من كده. تمام تعالوا بقى ايه نقدمه ونشوف اخر وصفه معانا هنعمل ايه. نجيب بس الكاسات، زينوا بقى بمكسرات، ممكن من غير تزيين خالص مفيش اي مشكله، يعني ده بقى اختياري ليكوا انتوا اهو معايا. طيب احنا ممكن نصب على طول. تمام كده استني كده، بسم الله اهو معايا. بصوا القوام بتاعه حلو جدا وناعم، احنا مش عايزين اتقل من كده كده زي الفل. هنزينه برضو ايه، نسكت على كده؟ لا مش هنسكت، هنزينه بقى نديله شويه بسكوت، شويه صوص شوكولاته، ممكن نزود. طيب لو انت هتدخليه الثلاجه لازم تستني يهدى، لو هيدخل في علبه ليها غطا مفيش مشكله، لكن لو البولات بتاعتك من غير غطا لازم تغطي وشه ب يعني حته ستريتش كده صغيره عشان ما يعملش قشره على الوش. هيزود دي كمان وبس كده. نجيب بس منديل نضف مكاني وبعدين نوريكم هنزينه ازاي. يعني شوفوا سهل ازاي وما خدش وقت، بسيط جدا. همدي عشان اسوي بس الوش، وطعمه بجد حلو قوي وبعدين مفيد للولاد، تعمله لهم كده ان شاء الله وياكلوه بالف هنا. تعالوا نجيب البسكوت بتاعنا اللي هنزين بيه، وبأي بسكوت عندك، شوية مكسرات، يعني
ده اختياري، دي الحته دي بتاعتك انت. انا هحط ايه شويه بسكوت كده على الوش، نديله شويه خطوط شوكولاته، وده ايه اختياري، عايز تاكليه كده مفيش مشكله. لو هتزينيه زينيه قبل الاكل على طول، عشان البسكوت ده هيطرى جوه في التلاجة، فايه مش عايزين ده.